الحوار الوطني يستأنف جلسات الأسبوع السادس لمناقشة قانون الأحزاب والدمج والتحالفات الحزبية وتشجيع حرية الرأي والتعبير. الصحة تراجع الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي تنطلق أعماله بعد غد برعاية الرئيس السيسي. ومهرجان العالمين يختتم أعماله بنجاح ساحق، والمتحدة للخدمات الإعلامية تشكر كافة أجهزة الدولة المعاونة والرعاة وشركاء النجاح. التاسعة بتوقيت غرينتش، الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي أم سي، أهلا بكم. تستأنف إدارة الحوار الوطني اليوم جلسات الحوار للأسبوع السادس والذي تستمر إلى الخميس المقبل، ومن المقرر أن تناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني. أرحب بحضرتك معنا دكتور أيمن. يعني الحوار الوطني يستأنف جلسات أسبوعه السادس بدءا من اليوم، أهم الموضوعات التي ستناقش خلال الثلاث أيام لهذا الأسبوع. دكتور أيمن هل تسمعني؟ أسمع سيادتك يا فندم، وبتشرف سيادتك ومشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني نتحدث عن استئناف جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني وأهم الموضوعات والمحاور التي يعني ستطرح للنقاش خلال الأيام الثلاث لهذا الأسبوع. الحقيقة الأسبوع ده شديد الأهمية، ولو بنتكلم النهاردة على المحور السياسي، الحقيقة الموضوعات المطروحة اليوم للنقاش هي موضوعات حيوية جدا جدا وجذرية، والتوافق عليها سوف يعني يعم على الحياة السياسية بشكل مباشر بمناخ من مزيد من المناخ الديمقراطي الحقيقي. بنتكلم النهاردة على الأحزاب السياسية وكيفية حوكمة الأمور المالية في هذه الأحزاب وكيفية حوكمة الأمور الإدارية، وكذلك إلى أي مدى تستطيع لجنة شؤون الأحزاب أن تعاون الأحزاب ولكن تسليل كافة المعوقات اللي بتعوق العمل الحزب ذاته. بنتكلم على الموارد، الأحزاب السياسية كلها عندها أزمة كبيرة جدا في أنها ما بتعرفش تبقى لها موارد خاصة بيها أو تعمل أعمال تنموية اللي بيها تنمي مواردها. بنتكلم على فكرة الدمج، لأن هناك الحقيقة عدد كبير جدا من الأحزاب ولكنه غير فعال، يعني إحنا عندنا حوالي 120 حزب اللي موجودين على الساحة ما بيتعدوش ويأدوا عمل حزبي حقيقي، ما بيعدوش 15 حزب تقريبا يعني. هناك اشتراك كبير جدا في الأيديولوجيات بين أحزاب كثيرة، القانون الحالي لا يسمح أبدا بدمج الأحزاب المتشابهة حتى، وبالتالي هذا ما يتم الحديث عنه اليوم في الحوار الوطني وإلى أي مدى يتم هذا التعديل والتوافق عليه من القوى السياسية. الجزء الثاني وهو أهم، يعني أكثر أهمية الحقيقة من وجهة نظري، هو فكرة الحبس الاحتياطي وكيفية تحديده ولا أي مدى ولا أي جرائم يتم فيها الحبس الاحتياطي. حرية التعبير عن الرأي طبعا أيضا مطروحة اليوم بشكل واضح، وإلى أي مدى هذه الحرية مصونة، والحرية حرية الرأي التعبير عن الرأي في مصر الحقيقة شهدت يعني تطور كبير جدا، ولا سيما الإفراج الضخم جدا عن أعداد كبيرة من السجناء في قضايا الرأي الحقيقة الفترة الماضية. ده بيقول إن الدولة المصرية الحقيقة بتعني هذا الملف وتهتم به اهتمام بالغ. كمان إصلاح السجون وكيفية معاملة المسجونين داخل السجون المصرية، صحيح هناك في تطور كبير جدا في الإصلاحيات والخاصة بالقصر تحديدا، ولكن السجون العامة الكبيرة تم الحقيقة أنفقت الدولة المصرية عليها الكثير حتى ينعم حتى المصريين أصحاب الأخطاء زي ما بنسميهم إحنا بحياة الحقيقة يعني آدمية. كمان بنتكلم سيادتك على فكرة مش بس حرية التعبير والمسجونين، احنا بنتكلم إبلاغ عن الجرائم،
عندنا أزمة كبيرة جدا في أن من يقوم بالإبلاغ عن وجود جريمة ما الحقيقة بيعاني معاناة شديدة بعد ذلك من مطاردة أصحاب هذه الجرائم. ومن ثم بنتكلم إلى أي مدى سوف نستطيع الحفاظ على المبلغين الحقيقة يعني. وهذا منحى جديد في أوروبا وفي الدول المتقدمة ولا سيما فرنسا مثلا، بيصل الأمر حتى وفي أمريكا إن المبلغ عن جريمة كبيرة أحيانا بيتغير اسمه كمان في المجتمع، والمجتمع بيتعامل معاه بشكل متخفي، المجتمع بيحافظ على المبلغ لأنه بيكشف جرائم تمس الدولة وتمس المواطنين. طيب دكتور أيمن، لو نتحدث تحديدا عن لجنة أولويات الاستثمار وحضرتك يعني مقرر هذه اللجنة، ما هي أبرز الأفكار والطروحات لهذا المحور؟ أبرز شيء احنا بنتكلم عليه وخلاص إن شاء الله احنا بنخلص تقريبا فاضلنا جلسة أو حاجة، احنا بنتكلم عن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. هذه الهيكلة اللي بيها لابد من دمج بعض الهيئات بعضها، ولابد من الغاء تبعيه هيئات وتبقى تابعه لوزارات اخرى معنيه اكثر منها. بنتكلم عشان طبعا ترشيد عشان تنفيذ ترشيد النفاق العام وحسن اداره هذه الاصول. بنتكلم على حصر ولاول مره سوف يكون من خلال الحوار الوطني هناك حصر لثروات مصر الحقيقيه، لان حتى هذه اللحظه لا يوجد حصر دقيق بهذه الثروات بالرغم من اهميتها، وبالتالي هيتعمل هذا الحصر من خلال مجلس رئاسة الوزراء إن شاء الله. بنتكلم كمان على فكرة حوكمة الإنفاق، إزاي يبقى فيه إنفاق محوكم عشان يعمل ترشيد للإنفاق العام. بنتكلم على الانتقال السريع والجذري إلى موازنة البرامج والأداء بدل من الموازنة العامة اللي هي موازنة البنود الحالية. بنتكلم على كيفية الانتقال ليها وإلى أي مدى ده هيؤثر على حوكمة المصروفات، وفكرة إن المصروفات العامة والاستثمارات العامة تكون بدراسات جدوى وما يبقاش مجرد مشروع وخلاص. العديد من الاشياء ان شاء الله انتظريها سيادتك يوم الثلاثاء نتكلم فيها في المحور الاقتصادي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنه اولويات الاستثمار بالحوار الوطني. أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لما يقارب 980 ألف مواطن في مستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تقديم رعاية طبية لأكثر من 37 ألف مواطن بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمات الأشعة ل 164,356 مواطن. وأشارت إلى أنه تمت مناظرة 3704 حالات بمستشفيات الصدر باستخدام تقنية التشخيص عن بعد بتسع مستشفيات للأمراض الصدرية، واضحة أنه يجرى حاليا تطوير 14 مستشفى أمراض الصدرية في إطار استراتيجية تطوير المنظومة الصحية. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالمجانة، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين. وأضافت أنه سيتم عمل خريطة عمل القوافل المستهدف بها تنفيذ الحملة ومتابعة أعمال المسح الميداني بالمرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية من خلال حصر جميع المتخلفين عن التطعيم وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من يوم حتى 5 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص فرق متنقلة لتقدم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية. عقد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعا لمراجعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. وأعلن وزير الصحة وصول عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل ل8000 شخص من مصر وباقي دول العالم. وقالت الوزارة إن جدول أعمال المؤتمر يتضمن برامج علمية وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 170 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة
يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا. المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة. نرحب بك معنا دكتور عمرو إلى هذه النشرة. يعني بداية، لو نتحدث عن الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية والذي من المفترض أن تنطلق أعماله عن قريب. مساء الخير. احنا ان شاء الله من يوم 5 ل 8 سبتمبر، يعني من يوم الثلاث لغاية يوم الجمعة، هينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن عاوزين نقول ان احنا 5 سبتمبر 1994 مصر استضافت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكان ساعتها كل انظار العالم اتجهت للقاهرة. احنا دلوقتي في 5 سبتمبر 2023 انظار العالم كلها تتجه للعاصمة الإدارية الجديدة، للجمهورية الجديدة، مع انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. يمكن احنا المؤتمر هيبقى زي ما حضرتك قلتي في اكتر من 270 متحدث ما بين مصري واجنبي، في حوالي 65 جلسة حوارية. يمكن هيتم فيه اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وسيتم اطلاق الاستراتيجية العامة للصحة. هيتم مناقشة كل المواضيع اللي ليها علاقة بالسكان وبالصحة وبالتنمية، بفكرة العائد الديموغرافي، وازاي ان احنا يتم استغلال الامثل للموارد، وايه الربط والترابط ما بين السكان والتنمية. طيب دكتور عمرو، لو نتحدث بشكل اكثر تفصيلا حول الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش في هذه الجلسات. يمكن مواضيع كتير، يمكن اهم المواضيع ليها علاقة بفكرة اللي هي العائد الديموغرافي. مواضيع تانية العائد الديموغرافي، يعني ازاي تعملي الاستغلال الامثل للموارد اللي عندك. فكرة تانية ليها علاقة بكل المواضيع اللي ممكن تخص الصحة، سواء كان كوقاية او دور التأمين الصحي الشامل في مصر. فكرة ايه الربط ما بين السكان والصحة والتنمية، يمكن بنقول ان هي مواضيع متشابكة ما بين السكان والصحة والتنمية. عندك دور قطاعات الدولة كلها في الصحة، يمكن هنستعرض برضو جهود الدولة على مدار 9 سنوات اللي فاتوا في ملف السكان. يمكن نقول دايما ان الملف ده السيد الرئيس دايما بيحطه على اعلى اولوية. يعني يمكن دايما بنقول ان السيد الرئيس مع كل يمكن مؤتمر او افتتاح دايما بيتكلم عن خطورة الزيادة السكانية، وازاي ان هي قد يكون هي دي عائق امام التنمية. يعني احنا دايما بنقول لازم يبقى في توازن ما بين حاجتين، ما بين النمو الاقتصادي وما بين معدلات النمو السكاني. محتاجين في مصر نتحكم اكتر في معدل النمو السكاني، عشان ان احنا المواطن في الشارع يحس بثمار التنميه الاقتصاديه. دايما بنأكد نقول ان احنا في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. قد يكون موروث جوه الدماغ المصريه ان العيال عزوه والناس تجيب عيل واثنين وثلاثه، او قد يكون موروث ان احنا لما نجيب العيال ورا بعض الاسره تستريح. بينما يمكن وزاره الصحه بتركز على فكره المدخل الحقوقي لصحه الام والطفل، ان احنا نوضح للستات ايه اهميه تنظيم الاسره، ايه اهميه المباعده من الحمل والتاني، ازاي لما انت تحملي وتخلفي وتعملي مباعده من 3 لـ5 سنين، ازاي صحتك هتبقى احسن، صحه الطفل هتبقى احسن. فيمكن دي من اكثر النقط اللي وزاره الصحه بتركز عليها، فكره المدخل الحقوقي لصحه الام والطفل، ان احنا نوضح ايه المزايا اللي الاسره بتستفيد منها هي والام والطفل لما بنعمل مباعده من الطفل والتاني، او لما احنا بنكون بنكتفي باسره صغيره الحد. طيب دكتور عمرو، وانت ذكرت ان يعني هذا المؤتمر سيضم حوالي 65 جلسه حواريه ويشارك به اكثر من 270 متحدث مصري واجنبي. ما الهدف المرجو الخروج منه من هذا المؤتمر ومن خلال هذه النقاشات والجلسات الحواريه؟ يمكن بنقول طبعا ان المؤتمر ده هو تاكيد على التزام مصر بكل التزاماتها الدوليه في ملف السكان والتنميه، ان احنا نستعرض كل التجارب الدوليه الناجحه. يعني عندك وزراء صحه يمكن من كل دول العالم بنقعد وبنتشارك في التجارب الناجحه، ونشوف التجارب الناجحه نجحت ازاي، بحيث ان احنا نبدا نتشارك الرؤى، ونقول نحط الملف ده تاني على الاجنده واهميه الاولويات، ان هو نخلي دايما نقول ان في وعي حتى مجتمعي. يعني احنا يمكن دايما باكد ان واحد من اهم الاسلحه في مواجهه خطوره الزياده السكانيه هو سلاح الاعلام، ان دايما يبقى فيه طول الوقت وعي، طول الوقت بنكلم الناس عن خطورة الزيادة السكانية، عن أهمية المباعدة بين الطفل والتاني، عن أهمية تنظيم الأسرة، إزاي إن المواطن وكل أسرة هتستفيد لما نعمل مباعدة بين الطفل والتاني، أو إن إحنا بنعمل تنظيم أسرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة.
بدأت جميع البنوك بالقطاع المصرفي المصري بداية من اليوم وحتى 15 من سبتمبر فتح الحسابات للعملاء الجدد مجانا ومن دون حد أدنى بمناسبة عيد الفلاح. وأكد البنك المركزي فتح حسابات للعملاء الجدد من دون مصاريف ومن دون حد أدنى وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء. وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة. قالت وزارة الإسكان إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بدأ تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض للحاجزين. وقال جهاز المدينة إن عمليات تسليم الوحدات مستمرة حتى 13 من سبتمبر الجاري، وذلك وفقا للمواعيد المعلنة. وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. انطلقت فعاليات الجولة الثالثة لتدريب معلمي ومديري مدارس المرحلة الأولى من تطبيق نظام التعليم الياباني بالمدارس القائمة بقرى حياة كريمة بمحافظات الدقهلية والمنوفية والبحيرة. ويستهدف البرنامج تدريب معلمي المدارس المستهدفة والبالغ عددها 30 مدرسة بإجمالي 180 معلما على آليات ووسائل تطبيق الأنشطة اليابانية الخاصة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر برعاية وحدة المدارس المصرية اليابانية وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في المدارس المستهدفة بقرى حياة كريمة. يأتي ذلك في ظل حرص القيادة السياسية على تطوير التعليم ونشر أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية بصفة عامة من خلال تطبيق الباقة الأساسية لأنشطة التوكاتسو. هذا ويواصل المشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصري تغيير واقع القرى وتحسين معيشة الملايين من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وفي محافظة البحيرة حققت مشروعات حياة كريمة معدلات إنجاز كبيرة في 6 مراكز خاصة المشروعات التنموية والخدمية والتي تركز على تحسين الصرف الصحي ومياه الشرب والمرافق والخدمات الصحية والتعليمية. يختتم موقع التنسيق بالجامعات اليوم حجز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية. وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذه الكليات هي الفنون الجميلة عمارة وفنون بجامعات حلوان والإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي بالأقصر فنون فقط، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان وبنها وبني سويف ودمياط وطنطا. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم تسجيل بيانات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجي الجامعات. وأصدرت وزيرة التضامن نيفين القباش قرارا بتكليف الدفعة 101 من خريج الجامعات والمعاهد العليا
ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من الأول من أكتوبر على أن يبدأ التسجيل اعتبارا من اليوم. هذا وأكدت وزيرة التضامن أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين، حيث يتضمن الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول للعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. أكد وزير الري هاني سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصولها لكافة المنتفعين، خاصة خلال الموسم الصيفي للعام 2023، على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ما نتج عنه من ارتفاع كبير في الاستخدامات المائية. وأشار وزير الري خلال تفقده لعدد من المشروعات بمحافظة الدقهلية إلى أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوي القادم والموسم الصيفي 2024 لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات. وناقش وزير الري عددا من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية، والتي تضمنت طلبات توفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة وإقامة أسوار على الجوانب أو جوانب الترع لحماية المواطنين ونقل الإشراف الإداري لعدد من قطع الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال انتهاء الحاجة لهذه الأراضي لأغراض الري. اختتمت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023، حيث شهد المهرجان والذي أقيم في الفترة من 13 من يوليو وحتى 2 من سبتمبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان. وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا، شهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات. وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العالمين الجديدة الذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات، كما وجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر. هذا وأكدت الشركة المتحدة أن هذا نجاح وضع اسم مصر مهرجان العالمين على خريطة الفعاليات العالمية والذي يأتي ضمن توجيهات الدولة المصرية. مزيد بشأن اختتام مهرجان العالم عالمين، معنا من مدينة العالمين الجديد الزميل محمد سعد مراسل دي ام سي. محمد، يعني وصلنا لختام مهرجان العالمين، من خلال متابعتك لفعاليات هذا المهرجان طوال هذا الموسم، يعني ما أهم ما رصدته طوال فترة المهرجان؟ تحياتي لك دينا وتحياتي لكل الساده المشاهدين. يمكن بالفعل يا دينا كان في كواليس كتير جدا يمكن ما ظهرتش على الشاشه، ولكن عشان الصوره تطلع ليكم بالشكل العظيم ده والحاجه المبهره والحاجه المشرفه على الشاشات، حقيقي كان في مجهود ضخم وكان في عدد كبير جدا من العمال ومن الموظفين ومجهود كبير ومجهود جبار قامت بيه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، لازم كلنا نتشرف بانتمائنا ليها للمجهود المجهود اللي عملته في مهرجان العالم عالمين. طبعا انا شفت مسارح كانت بتتعمل في اقل من اسبوع يا دينا، اماكن كانت مش موجوده بتتعمل في اقل من 5 ايام بتكون موجوده، عدد كبير جدا من الفعاليات بتقام في اماكن مختلفه في منطقه النورث سكوير، طبعا بتبتدي في منطقه العالمين الجديده وارينا العالمين، حقيقي فعاليات كتير جدا، الكل كان سعيد بكل هذه الفعاليات، عدد كبير جدا من الفعاليات الفنيه والحاجات
الحفلات الفنية، كان بدايتها طبعا محفلة الفنان تامر حسني، قدمت مهرجان العالمين، قدم أنواع كبيرة وأنواع مختلفة من الموسيقى، الطرب، الأغاني الشعبية، الراب، أغاني الأندر جراوند، أغاني كتير جدا. الكل كان سعيد بهذا التنظيم العظيم، وعشان كده الكل هنا في مدينة العالمين الجديدة سعيد جدا بتنظيم العالم عالمين. عودة إليكم. أكيد محمد، يعني كان هذا المهرجان استثنائي بكل المقاييس وعلى كافة الجوانب. بشكرك محمد سعد من مدينة العالمين الجديدة. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.